إذا قال لك كافر سأدخل في الإسلام لكن لن أتلفظ بلا إله إلا الله، سأعتقدها بقلبي فقط، فأنا مسلم؟ فقل لا، لأنه لابد من قول لا إله إلا الله، فكما يجب أن يعتقد بمعناها فيجب أن يتلفظ بها. والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله، ولم يقل اعتقد، قال: يا عم قل لا إله إلا الله.